اذكر اسماء الاولى لثلاث بنات كنت مرتبط بيهم قبل ياسمين. إيه إيه عبد العزيز؟ في ايه في ايه الجو ده بقى؟ اذكر يا باشا ياسمين. اذكر ايه يا عم؟ وعم ولا اذكر ولا حاجه كده. ايه ده ياسمين؟ اذكر ياسمين اهو. ياسمين هم كلهم ياسمين. الاجابه يا تقول اسماء الحكم يا منى الحكم اوكي يا تقول اسم ثلاث بنات ارتبطت بيهم قبل ياسمين عبد العزيز يا تشيل ياسمين عبد العزيز. اشيل مين؟ ثانية معلش خلي بالك اسألك على حاجة. استنى لا انا عايز اتكلم. ايه 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 اللي تشيل مين يعني؟ لا وحش الكون ما بتشالش هي القطعية كده هو بحطته كده بحطته هو مفيش شيء هي وانا اوتوبيس وحش الكون ما بتشالش وحش الكون ما بتشالش فاهم قصدي؟ الهيبة يا بنت بفخم فيك ما هو يا تقول يا تنفذ الحكم في حد بتفخمي. في حد فخم بيتشال. طب تصدق بقى انا عايزة اتشال. مفيش الكلام ده. انت مرضيه يعني هتسلفي؟ موافقه يعني؟ عادي؟ ايوه انت عارف رديت عليا قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت لها اشيل ايه؟ لا انا قلت لها اشيل مين؟ ياسمين. ايوه يعني ايه مشكلتك يعني ان انت تشيلني يعني؟ لا هو مفيش مشكله ولا حاجه بس هو انا بقول لك وحش بس انا ضهري يا بنتي وحش يكون ما بيتشالش. موقفك محرج جدا في اللعبه دي يعني لا جواب. انا قلت لك انا قلت لك الكلام. بصي ها لا تذكر لا تشيلني. ماشيه كده هو مالوش في الجو ده. هو مصري اصيل. هو راجل مصري اصيل حبيبتي كده لكن شيل. احنا نقول حكم تاني لحظه. قول حكم تاني ينفذه بس ماشي. حكم صعب ماشي. جيب له دمبلز. دمبل ايه بقى؟ 18 كيلو. ده حلو ده دمبل حلو. تمام ماشي تمام 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 هنشوف هتعمل كام واحده دمبل. ماشي وانا اغني وانا هات لي بقى الطبل. يلا 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 محمود صح خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كل الاحكام كده والله. ايوه كده. لا والله بس عشان يعني يا خبر ده الخديوي بالظبط. بالظبط ده الخديوي. ايه من الحاجات الحلوه اللي انت خرجتوا بيها من التجربه الصعبه اللي مرت بيها ياسمين؟ لا انا خرجت بكتير قوي. لا كتير بقيت يعني شايفة ان الدنيا دي كلها قد كده. علاقتي بأحمد بقت أقوى. عرفت قد ايه ان هو بيحبني. شفتي بقى ده الأفعال صح؟ صح. حاجات كتير حاجات كتير قوي يا منى. حاجات كتير. المشاكل اللي ممكن تكوني عديتي بيها او المنغصات او السخافات صغرت ولا فضلت زي ما هي ولا كبرت جواكي؟ على فكره هي من الاول اساسا ولا فرقه معايا. صغرت؟ لا هو كل حاجه كل حاجه. لا كل حاجه كل حاجه كل حاجه الا احمد العوضي. طبعا احمد انت التجربه دي خرجت منها بايه؟ حركت ان الـ يعني الحياه مش مسهله خناقات
لان انا اتعرضت في موقف ان انا حسيت في لحظه ان ياسمين ممكن ما تبقاش موجوده معايا، فبقت المواضيع ما بيني وما بين ياسمين زي اي زوجين ممكن الخناقات تكبر، ما بتكبرش بقى خلاص، لان انا جربت ان هي ممكن ما تبقاش معايا. موضوع قوى العلاقه ما بيني وما بينها اكتر، هي كانت قويه بصراحه، بس هو الموضوع مش هقول لك ان انا عرفت ان انا بحبها، انا عارف ان انا بحبها، ممكن هي عرفت ان انا بحبها اكتر بكتير من الاول. لا هو انا مش قصدي حاجه، هو عامه اي مشاكل او اي اتنين بيمروا بمواقف جامده، مشاكل او اي حاجه او مرض، دايما الحاجات دي بتقرب الازمات. صحيح، الازمات بتقرب طبعًا، مش بتبعد، بالعكس او مش بتقلل، دي بتقوي العلاقه. انا قصدي كده. ايوه انا فاهم، انا فاهم والله. ياسمين عبد العزيز ربنا اكرمها بالشفاء والصحه الحمد لله، انما كمان اكد صورتها اللي عند الناس كلها، المرأة الجميلة القوية اللي قوية من جوه قبل ما تبقى قوية في الظاهر، اللي ممكن في عز الشدة تقاوم وتقول لا أنا هكمل عشان اللي بحبهم، اللي تاخد قرار إنه الضعف والاستسلام مش حل. ياسمين المأزمة دي بينت قد إيه في ناس بتحبها بجد، وزي ما قلت في المقدمة مش بس حب النجوم والشهرة، الناس اكتشفت ان عندها رصيد رهيب من المحبة. الحمد لله ربنا يديمها نعمة. لنعمة لياسمين، ربنا يديمها نعمة، رصيد كبير من المحبة الحقيقية، محبة لروحها، محبة لابتسامتها، لقلبها. في حاجة حقيقية جدا حصلت كشفت عنها الأزمة دي، والحقيقة انه انا بحترم وبحيي ياسمين عبد العزيز انه بالرغم ان هي حقيقي ما بتحبش تزور التلفزيون، حقيقي هي ظهرت مره من 3 سنين معانا في حلقه الناس كلها فاكراها، انما كان عندها هاجس، انا لازم اشكر اللي دعولي، انا لازم اشكر كل واحد اتمنى لي الصحه والعافيه في عز ازمتي. وده كمان حاجه بتبين معدنك برضو يا ياسمين. انا ما كنتش عليك. تعليق الاخير استاذ احمد العوضي. انا بشكر طبعا الناس كلها اللي وقفت معايا، انا كاحمد، اهلي واصحابي، واشكر كل الجمهور اللي كانوا دايما مأزرنا في المحنه بتاعتنا دي. بشكر بشكر ربنا طبعا سبحانه وتعالى قبل كل شيء على ان هو ياسمين عدت من الازمه دي بخير الحمد لله، ورجعت زي ياسمين قبل الموضوع ده، وده اللي كنت انا كاحمد بتمناه. ما ترجع ما تخفش، بس ترجع ياسمين، والحمد لله رجعت احسن من الاول. الحمد لله. فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، بشكر الجمهور على مؤازرته لينا، وبشكرك يا منى طبعا على العافيه. قولي يا ياسمين، ياسمين في الياسمينات. بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي والناس اللي دعت لي، وفوق كل ده طبعا ربنا ان هو كتب لي عمر جديد وسخر لي الناس. فالحمد لله.